والله المشتركين اذا عنده فلوس راح اجقد ما تغلى المبيرات راح يعني ما يهمه اذا الأغلبية. خاصه اذا الاغلبيه طبعا ما عنده والحاله متوسطه راح تاثر عليه طبعا اذا غلى الاسعار الامبير. وشلون بدبريه الناس؟ والله يا اما ما عنده يا اما يقلل الامبيرات ماله يا اما يقطع الخط نهائيا. الحل الوحيد انه تدعم الحكومه اهل المولدات بالغاز، اما تنطيه هو بلاش او تنطيه نص السعر حتى الامبير. انا سالت ابو مولده قال اذا ينطونا غاز ننطي الامبير بثلاثه 3000 دينار يصير. بوحده من السنوات اعطوا غاز سنتين الامبير يمكن ب 2000 وبثلاثه وصل ايه. وجابوا لجنه المولدات هنا سالته قال لي ماكو احد يدافع عننا نحن فماكو دعم حكومي يعني لان احنا البرلمانيين مالنا ما حد يدافع عن المحافظه فمن يطالب بالغاز للمولدات؟ جماعة الجانب الأيمن بالضرر وكثير عمل شغل ما عندهم فصعوبة عليه دفع المولدة خصوصا هسه على أسعار مرتفعة يعني عيسى انقطاع متواصل الكهرباء الوطنية يعني على لاغي الأمرين وخصوصا الدنيا باردة يعني تريد شلون يدبروها الناس يدبروها غصبا عنهم شو يسوي يعني؟ يتدين لو يتدين ما يدفع كل شهر إن ثلاثة أبو المولدة يعينوا هاي الحالة هيك بالضبط عندنا الحل انت المواطنين والله الحل الحل بيد الحكومة الحل الإدارة المحلية المحافظ مين ما بيدو الحل يقدر يخفف على هاي الناس يسهل الأجور مال المولدات ينطوهم غاز وايل هم هسه متحججين بالغاز وايل ما عندنا غاز وايل فيرفعون الأسعار فلو ينطوهم الاسعار تنخفض اعتيادي يعني لكن ما يعطون غاز وايل فالعالم اضطر يقول لك انا 24 ساعه على شغل ويشترون الغاز باسعار خياليه طبعا من الاسواق ويستغلوا هاي الحاله هسه احنا بهذه الظروف ابو المولده متدمر يعني هسه تعيش شيء غاز والامبير هسه ب 8 وربع وصار ب 15 امبير وصار ب 20 امبير وين دور الحكومه؟ غير الحكومه تعطيهم غاز مجانا حتى يصير الامبير ب 2000 دينار يعني هاي يساعد بها المواطن يعني من يوزعهم وما يساعد ابو المولده هاي يساعد المواطن على الكادر يعني الضغط اللي علينا يعني هسه من 2003 صار سقوط مال العراق خلي الدوله تعمل وطني مستمر وين؟ عندنا هذا سد الموصل اللي هو يشبع الموصل وازيد الغازيه كلها هاي كلها محطات كهرباء عندنا ويني؟ اللي نطالب مطالب الدوله دولة ملتهيب غير الناس عندها إمكانية تدفع ماكو والله هسه أكثر والله هسه أكثر على معروفها ما عنده حق الاشتراك من المولدة كثير ناس ما عندها حق الاشتراك هاي يدينون ما عندهم يدين من المولدة بس على مود يضوي وتعرف هسه الشتاء يعني الظلام يعني بالسبعة بالستة يصير ظلام ايش تطالبون؟ ايش نطالب؟ نطالب الحكومة يعني يوفرون غاز أهل المولدة أسعار مناسبة حتى أبو المولدة يقلل السعر على المواطن قبل المولد لا حول ولا قوه ايش يعمل.